مرحبا، اليوم من برنامج شو الطبخة بدنا نعمل جريلد اكتوبوس اخطبوط مشوي. بداية انا عندي هون الاخطبوط، بدي فرجيكم كيف نحن منطفينه. الباقة العطرية بنستخدمها بسلة الاخطبوط، عواد بقدونس، جزر، قرفة، لومي، بصل، ورق غار، بنحطهم بقلب المي. هلا عنا المي بلشت تغلي، هلا نرجع بنحطه بالمي، بنتركه 35 دقيقة. هيدا الاخطبوط اللي عندي انا وزنه 1 كيلو، بياخد معنا بين 30 ل 35 دقيقة حتى يستوي تنرجع بنشويه بالفرن. كرمال بدي احطهم بمي عادية وبدي اسلقهم تقريبا 3 ارباع استوى، بعدين بدي ارجع كفي بالمقلاية. هلا بدي احضر صوص، بدنا نحطه على جنب وننطر تيستوي الاخطبوط كرمال نتبلو فيه قبل ما نفوته على الفرن. اما باقي كميه الاخطبوط هيدي اللي زادت عنا في حال سلقنا كميه، فينا بعد ما نبردهم تماما بنحطهم بكياس او تبر ويلات بعلب، بنحطهم بفريزر لوقت اللي بدنا نحن بيطلع بالنا اخطبوط دغري، بنشيلهم من الفريزر بندوبهم ونرجع نعملهم هيدي الصوص وندخلهم على الفرن 10 دقائق بيكونوا صاروا معنا جاهزين. هلا بدي احضر الصوص اللي بدنا نقدمها مع الاخطبوط. بداية انا هون في عندي 3 فصوص ثوم، حط لهم رشة ملح، بدنا ندقهم. هلا بعد 10 دقايق طلعنا الاخطبوط، صاروا هلا جاهزين.